أعلن الأمين العام النائب لوزارة المياه والصرف الصحي الانطلاقة الرسمية لعمل إحدى المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال تنقية المياه وصالحة الشرب. تقرير عبد الله إبراهيم شرف الدين وقراءة سعيد أحمد حسن. كثير من الأمراض التي يعاني منها المواطن التشادي تأتي نتيجة استعمال المياه الغير نقية، ومن أجل الحصول على مياه أكثر نقاوة وصحة افتتحت المنظمة الدولية الغير حكومية فرعا لها بتشاد، حيث سيقوم هذا الفرع خلال العاملين به بالسعي إلى توفير مياه صحية وجعلها في متناول المتواطنين في شتى المدن والأقاليم بالبلاد. رئيسة المنظمة دومينيك تيريس أعطت شرحا مفصلا لبرنامج المنظمة في تشاد المتمثل في تقوية وزيادة قدرات العاملين في مجال المياه. أما الأمين العام النائب لوزارة المياه ريبيكا هابيدينكا بانك قالت إن الحكومة التشادية سعت ولا زالت تسعى في توفير المياه الصالحة للشرب، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية في هذا المجال، طالبة في نهاية كلمتها من المنظمة توسيع هذا الفرع ليشمل أكبر مساحة ممكنة من الأراضي التشادية. من ضروريات الحياة أن يحصل الإنسان على المياه النقية أينما وجد، لأنه لا توجد حياة بدون ماء، وإن مثل هذه المبادرات ستسهم بشكل كبير في تحقيق هذه الغاية.